السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم أجر العاملين. عودناكم في هذا البرنامج أن نتناول نشاطات أقسام ومؤسسات وشعب العتبة العباسية المقدسة عموما وموسم الأربعين خصوصا، باعتباره هو أهم مواسم الزيارة في كربلاء المقدسة بل في العالم. طبعا موسمنا اليوم خاص في هاي الأيام 1442 للهجرة، موسم خاص بسبب الجائحة العالمية. اليوم حلقتنا عن شعبة مهمة جدا، وقد أغلب الزائرين لا يعرفون تفاصيلها. اليوم راح نخليكم إن شاء الله في هذه الأجواء، وهي شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤول الشعبة الأستاذ فراس عباس حمزة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذ جسام. حقيقة إحنا اسم الشعبة يدل على أنه أكو اتصالات وأكو معلومات. نعم. فما أدري يعني أكو أشياء أخرى إحنا ما ندري بيها؟ يعني احنا شعبة اتصالات تكنولوجيا المعلومات هي الذراع التكنولوجية للعتبة العباسية المقدسة. مثل ما تعرف حاليا التقنيات بالعالم كلها تقنيات رقمية، فاحنا اسمنا اتصالات، لكن احنا كل عندنا وحدات كثيرة، كل وحدة تعمل بالتقنيات الحديثة. مثلا الوحدات المتكونة من هالشعبة ما هي؟ احنا عندنا حاليا عدد كبير من الوحدات، الوحدات كثيرة، يعني كل واحدة من هاي الوحدات اختصاص منفصل عن غيرها. الأخرى عن غيرها. مثلا عندنا وحدة الشبكات. نعم. الشبكات، الحاسبات والشبكات. عندنا وحدة الكاميرات. نعم. عندنا وحدة كاميرات الرقابة قصدك؟ كاميرات الرقابة. نعم. عندنا وحدة اللاسلكي. نعم. عندنا وحدة الشاشات، شاشات العرض. عندنا وحدة الصوتيات. عندنا وحدة البدالة. عندنا وحدة الصيانة الإلكترونية. عندنا وحدة البحث والتطوير. يعني وحدات كثيرة عندنا الحمد لله والشكر. يعني أنا جاي أتكلم الآن، جاي أسمع بما يعني أي مشاهد الآن يسمع هذا الكلام، هاي صارت مؤسسة وإن كان عنوانها شعبة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. زين، احنا صار هسه فضول نعرف يعني شعبة كاميرات الرقابة. قد الناس تعرف اكو كاميرات رقابة، لكنه قد ما يعرفون كيف العمل يصير بها، كيف يعني التقنيات اللي او خلينا نقول الخدمات اللي تقدمها للعتبة من خلال هل فعلا فقط رصد، لكن هناك اشياء اخرى لا شنو؟ لا، احنا كاميرات المراقبة ليس فقط طبعا هي لغايات امنية، حتى لغايات ادارة جودة العمل في العتبة. يعني احنا الراقب حتى المنتسبين العتبة انه شلون يقدمون خدماتهم للزائرين، يعني جودة اداء العمل. نعم، جودة اداء العمل. اذا اكو بعض ال خلينا نقول تقصير مثلا يصير منتسب، شلون يقدمون خدمة للزائرين. زائدا انه الراقب الحالات الايجابية للمنتسبين، يعني منتسبين اكو يشتغلون شغل كبير جدا، ايضا هذا احنا نبرزه، احنا الراقبة ونرفعه للامانة بتقاريرنا، نقول مثلا حالات ايجابيه كذا، حالات سلبيه كذا. طبعا يتم يعني الثواب والعقاب حسب يعني. نعم. هاي التقارير. احنا اكو ناس يعني عبالهم الكاميرات فقط مراقبه امنيه، لا، هي يعني هي عين العتبه، هي عين العتبه. زائدا الخدمه الاهم انه احنا نحمي الزوار، يعني نحميهم انه من اللصوص، من ضعف النفوس اللي الناس تستغل التجمعات. نعم. الملايين اللي تؤدي اعمال حقيقه يعني مفخره للعالم. نعم. مفخره للعراق ان يكون امام العالم بهذه الصوره. هاي الحالات الفرديه انتم ترصدوها حتى تمنعون تشويه هاي الصوره الحلوه. طبعا احنا عندنا منظومات حديثه جدا، كان منظومات الكاميرات بالعتبه العباسيه من افضل المنظومات بالعراق. طبعا احنا بالمناسبه يعني هسه يعني هذا خبر يمكن لاول مره انه احنا طورنا المنظومة هاي الفترة، استغلينا كورونا ماكو زوار. زين. طورناها بشكل كامل. أه. بدلنا كل كاميراتنا تقريبا، حاليا احنا واصلين نسبة 98% من كاميرات، مئات الكاميرات تقريبا. كم كاميرا عندكم انتم؟ يعني احنا تقريبا بالعتبة حاليا هنا عندنا بحدود 1000 كاميرا، طبعا الرجال والنساء. عدا الشوارع. لا، ويا الشوارع. ويا الشوارع. الشوارع محيطة بيكم. طبعا، واحنا مو بس هذا، احنا حتى عندنا كاميرات مواقع الخارجية. يعني احنا العتبة العباسية تقريبا عندنا بال 3000 كاميرا يعني. مع المواقع الخارجية. نعم. قصدك المصانع والمزارع والمؤسسات والشركات. والشركات. نعم. اللي تخدم الزائرين خارج العتبة. نعم. نعم، كلهن.
طبعا احنا المنظومات هذه يعني مراقبه يعني مركزيه عندنا، تسجيل مركزي، يعني خدمات تسجيل مركزي، منظومات. طبعا احنا دخلنا ايضا منظومات حديثه تعمل على نسميها احنا منظومات التحليل الفيديوي، يعني مثل منظومات رصد ارقام العجلات اللي تدخل وغيرها من هاي المنظومات الحديثه. احنا تعرف على الوجوه، تعرف على الوجوه. نعم احنا مو كل المنظومات عندنا نقدر يعني نحكي عنها، يعني باعتبار شغلكم امني. نعم. يعني قريب. نعم. من يعني الان تقريبا عين قسم حفظ النظام في رصد الاشياء اللي بيها جانب امني، يعني معناته الكلام انتم عندكم تواصل مع هذا القسم. تمام. لتنفيذ الاجراءات اللي ممكن تكون انتم تكتشفوها. نعم احنا طبعا التواصل ايضا عندنا مع العتبه الحسينيه، يعني احنا نعطيهم كاميراتنا وهم نعطينا كاميراتهم، بحيث اكو عندنا نوع من التكامل واتصال مباشر، لانه الزائر او الخدمه يعني قد يكون مثلا يجي ما تتحمل تاخير حتى دقيقه. بالضبط احنا يعني فعلا ما تتحمل. احنا كنا قبل مثلا نتصل بهم هاتفيا، شفنا حتى الهاتفيا مرات سوينا محطات لاسلكيه مباشره نداء من عندنا لهم، ونداء مشفر طبعا ما يدخل ضمن اي شبكه منظومات التشفير، يعني التشفير الخاصه. تمام. طبعا هذا فقط هسه بدي احكيك على الكاميرات. عندنا هاي وحده من وحدات، هاي وحده من وحدات، هاي وحده هي مؤسسه. اي نعم. طبعا عندنا مثلا الصوتيات. نعم. العتبه ايضا منظومات حديثه كلها تم استبدالها، تعمل بتقنيه الكيبل الضوئي. أه. يعني منظومه صوت بس تعمل تقنيه الكيبل الضوئي، فالصوت هذا يكون نقي، معناته شيء مهم جداً. هذا جدا منظومات جدا حديثه من يعني، ولهذا جوده الصوت عندنا الحمد لله جيده جدا. عندنا مثلا وحده لحظه قبل لا نكمل الوحدات، احنا خلينا نروح فاصل نشوف الوحدات على ارض الواقع وثم نرجع نكمل. اعزائي المشاهدين نذهب الى فاصل لمعرفه هذه المؤسسات الضخمه التي تقع تحت عنوان هذه الشعبه، فخلونا نروح الى فاصل ثم نعود، كونوا معنا. التزاما بتوجيهات المرجعيه الدينيه العليا بضروره الالتزام الصارم بالضوابط الصحيه اثناء اقامه الشعائر الحسينيه، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين ونكمل مع استاذ المهندس فراس عباس حمزه حول هذه الشعبه. احنا وصلنا الى موضوع الصوتيات، يعني وحده الصوتيات قد يتبادر للذهن انه بث الاذان وربما المحاضره، اكو اشياء اخرى احنا قد غافلين عنها. يعني وحده الصوتيات من الوحدات المهمه جدا، لانه هي تعتبر يعني اعلام، يعني الصوتيات هي تسوي مثلا منابر عزاء، مجالس عزاء حسينية. هذا طبعا أيام السنة. نعم. وعندك بالزيارات عندك في محرم وصفر أكيد عندكم شغل خاص. يعني إحنا نتعاون مع المواكب، مع قسم الشعار والمواكب. نعم نعم. ننظم الصوتيات مالتهم، أيضا يجون منشدين مثل يعني باسم الكربلائي غيرهم. المنشدين يعني من اشوفك تعين اسماء، معناتها انه كل منشد له يعني تنظيم الخاص، الصوت الخاص به يعني يسوي يعني شغل. يعني مثلا الاخ باسم الكربلائي عاده هو عنده ستاف خاص، ستاف خاص، لكن اخر فتره لانه احنا صوتياتنا جيده جدا قام يعتمد علينا يعني في تنظيم العزاءات او اللي نعم يصير داخل صحن الشركه. نعم. ايضا من يصير مثلا احتفالات العتبه، مثلا عندهم افتتاح مشاريع. نعم. عندنا كل هذا يحتاج صوت. ايضا مع الساده الخدم يوميا يقرون الادعيه. زين بالأربعين انت الان تدخل العزاءات بالأربعين، طبعا تعرف زخم الدمامات وغيرها، شلون تقدرون تنظمون الصوت بحيث
يعني من يقرا ولا ما يدخل تصير بعدين العزاء يختم مثلا هنا بالعتبه، شلون يصير يعني تنظيم بحيث ما ياثر على الزائر اللي جاي يعني خلينا نقول يقرا دعاء او يصلي داخل الحرام كذا، منظمين هاي العمليه يعني اكو اجهزه معينه ضمن وحده الصوتيات؟ يعني احنا خاصه موسم ال 40 اتكلم لانه الزخم بي قوي والصوت بي ايضا، احنا الصوت نسيطر عليه باجهزه خاصه اجهزه قياس. ليش؟ احنا ما نقدر نعتمد على الاذن البشريه، ممكن الانسان اذا فقط يعتمد على اذنه يكون في ذلك مثلا مريض او ما منتبه او احنا نعتمد على اجهزه، احنا عندنا اجهزه قياس تقيس بالدي بي ايش قد مستوى الصوت ونحافظ عليه من ضمن الحدود المنطقيه، لكن بالزيارات هاي الضخمه يصير المستوى نسميه احنا الجو العام يصير الصوت جدا عالي، طبعا احنا نضطر ايضا لازم نرفع الصوت مالتنا، منظومتنا بها امكانيه تتحمل انه تدفع صوت عالي جدا يكون اعلى من مستوى الجو العام. اها. خاطر يكون مسموع. نعم. بالتالي يكون مسموع. نعم، بالتالي يكون مسموع. انا اشوف تتدلى من سقف الصحن الشريف الجديد. نعم. اللي انشئ انشئت العتبه اشوف لاقطات خاصه وكذا، هاي محسوبه موقعيا؟ هذه لاقطات تعطينا الجو العام. يعني حتى احنا تقيس شنو دي يصير؟ اي خاطر نعرف مثلا خلينا نفترض المستوى الجو العام مثلا 75 دي بي. احنا لازم نصعد عنه مثلا 10 دي بي حتى تقدر خاطر الناس تسمع، والا ما راح يفهمون شنو اللي يسمعون اكو صوت بالسماعات بس ما يفهمون ايش دا يصير. اها. لانه كل حساب حقيقه قد الزار يعني مرات يتعجب انه هاي العمليه شلون تتم، هاي التفاصيل مهمه. لا حقيقة. هذه عمليه طبعا، وهذه بها حسابات انه مثلا الصحن بايش قد عدد الزوار الموجودين، مثلا اكو زوالي بالقاع لو مرمر والكذا محسوب. نعم. طبعا احنا هنا بالعتبه نعاني من انه المكان مالنا بكل ممنوعات الصوت، يعني عندنا مرمر تحديات عندنا مرمر وعندنا ذهب وعندنا جدران وعندنا سقف وعندنا يعني كل شيء يعكس الصوت موجود. يعني احنا مستشارين خبراء اجانب قالوا انتوا عندكم كل الممنوعات اللي نقول لابو الصوت ابتعد عنها كلها مجموعه، ومع ذلك تطلع صوت مجبور تطلع صوت صح الحمد لله، لان عندنا كادر جيد جدا ويطورون نفسهم. واحنا الحقيقه دعم يعني دعم سماحه السيد، انه احنا دائما سماحه السيد يقول احنا نبدا من حيث انتهى الاخرون، والله صحيح جبنا يعني عالمين هذا الصحيح. نعم، جبنا طبعا بمساعده متبرعين جبنا منظومات جدا حديثه واشتغلناها بخبراتكم خبراتنا العراقيه. اي طبعا احنا اللي نصبنا المنظومات، ساعدونا طبعا العتبه العلويه المقدسه لانه عندهم كوادر جيده جدا، ساعدونا في نصب المنظومات. يعني عندنا مثلا وحده اللاسلكي، هذه نداءات لاسلكيه و تساعد العتبة جدا، يعني كل أقسام العتبة مثلا الخدمية تحتاج تنكر مي على متخدم الزوار، تطلب من الوحدة اللاسلكي مثلا تصير مشاجرة، الوحدة السيطرة اللاسلكي يطلب دعم من حفظ النظام. نعم. مثلا سيارة إسعاف زائر مثلا يبلغون انه مثلا زائر وقع مثلا في مكان ما، هذا ايضا لاسلكي راسا يتصل بوزاره يا اما يحرك الاسعافات مال العتبه العباسيه يا اما يطلب اسعافات من وزاره الصحه. طبعا مركز السيطره اللي هو يعني تابع للعتبه، يعني مركز السيطره اللي هو السيطره اللاسلكيه وحده من وحداتنا. أي. عندنا مثلا وحده اعتقد هاي تستخدم حتى بالمشاريع، يعني من المهندس ينادي على عامل وعامل بين عامل، اعتقد هذا ايضا ضمن عملكم. نعم. يعني نعم احنا ذني الاعلام منظومه الاعلام وغيره، احنا كل شكو نداءات لاسلكيه بالعتبه العباسيه تمر ضمن هذه وحده يعني السيطره اللاسلكيه. اذا هاي السيطره اللاسلكيه تستخدم في مجال العمل في البناء، مجال الاعلام، مجال الامن، مجال الصحه، مجال انقاذ الناس. نعم. مجال التاهين اعتقد كل شيء يعني حتى التبريد هسه. نعم. مثلا التبريد بالعتبه صار عالي، يخابرون على وحده اللاسلكي يقولون لهم نادوا جماعه نادوا مهندسي التبريد مثلا يقللون البروده مستوى. كل شيء يتم بالعطان هاي وحده يعني مجهوله هي الحقيقه تدير العتبه كلها من ناحيه الصوت. نعم. زين يعني خلينا نروح الى مركز المفقودين باعتبار العلاقه بالأربعين. نعم. يعني نعم. اعتقد الى جهد خاص، يعني هو هذا موضوع مثل اللاسلكي زائدا باقي هذا، هاي يا ريت تحكي لنا عن هذا الموضوع. يعني مركز المفقودين هذا فد عمل جبار وكبير جدا،
لأنه الزوار الأربعينية اللي يجون يعني مرات يفقدون أهلهم ذويهم أحباهم، هذا يدخل طبعا من باب إغاثة الملهوف. أحسنت. يعني هذا فد بأجر جدا كبير، لأنه الزائر إذا فقد ابنه أو بنته يرتبك ويتأذى، يعني يقوم حتى ما يقدر يزور. هنا شعبة اتصالات صالها تشتغل بهذا الموضوع 10 سنوات، يعني حتى قبل ما أنا أجي يعني. نعم. بدأوا في بداية بسيطة من الخيم إلى أن هسه إحنا كل سنة نطور شيء جديد. يعني الخدمة هذه هي شنو؟ إنه إحنا ننشر مراكز نسميها مراكز التاهين والمفقودين على 4 محاور: محور كربلاء النجف، محور كربلاء الحلة، محور كربلاء بغداد، زائدا محور نسميه محور مركز المدينة. هذا خلينا الموضوع بتفصيل نحتاجه حتى الزائرين يستفيدون والمشاهدين في هذا الموضوع. نعم. خلينا نروح فاصل. نعم. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ونعود لنكمل هذا الموضوع، موضوع مراكز المفقودين أو التاهين، فكونوا معنا. تفتتح هذه المراكز في أيام الزيارات المليونية للحد من حالات الإرباك التي تصيب الزائر بعد فقد أحد ذويه. تدار هذه المراكز بكادر من منتسبي شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة، وبعض المتطوعين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل راحة الزائرين الكرام. تقنية حديثة استخدمتها شعبة الاتصالات في تطوير هذه المراكز. تستند جميع المراكز على برنامج إلكتروني عبارة عن قاعدة بيانات يتم فيها إدخال بيانات كل شخص مفقود. زود كل مركز بشاشات عرض وأجهزة لاسلكية وأخرى نقالة، فضلاً عن مكبرات الصوت. عجلات مخصصة لنقل التائهين والمفقودين حال التعرف عليهم من خلال المراكز المنتشرة. تعمل هذه المراكز مع بعضها من جهة، ومع مراكز أخرى وضعتها العتبة الحسينية المقدسة ومراكز المفقودين القريبة من ساحة ما بين الحرمين من جهة أخرى. عدنا معكم والجزء الأخير من البرنامج وحديثنا عن مراكز المفقودين. هذا الموضوع حقيقة وإن كان الوقت ضيق، لكن نحتاج نخلي المشاهدين بالجو لأهميته بالنسبة للموسم الأربعين. نعم. مراكز طبعا هي مراكز المفقودين والتاهين، وأكو فرق بيناتهم. نعم. التائه هو شخص نلقاه مضيع أهله مثل ما نقول، وما يعرف وين يروح، فهذا تائه. طبعا هذا نجيبه يمنه، وعندنا مراكز إيواء إذا كان مثلاً ما نلقى أهله بسهولة بسرعة فنضطر نوديه مراكز إيواء. والشيء الآخر هو المفقود. المفقود هو شخص أهله يجون يبلغون عنه. نعم. إحنا كل سنة بفضل الله تعالى التاهين نلقيهم 100%، يعني 100% نوصلهم، يعني تنجز المهمة. إيش قد تقريب العام الماضي تذكر الأرقام؟ يعني إحنا طبعاً إحنا كل سنة يقلون الأعداد. ليش؟ بسبب الجهود اللي نبذلها والتقنيات اللي نستخدمها. يعني جوز قبل كم 4-5 سنين كانوا مثلاً خلينا نقول 40-50 ألف واحد مفقود وتائه، فتشيك رقم كبير. رقم كبير. بدأوا يقلون، مثلاً صاروا 30، صاروا 20. العام أعتقد يعني يمكن 9000. يعني نقدر نسمي التقدم 75% او 80% تقدم، يعني عن نعم. عن قبل المنظومه او نعم. بدايه التاهين احنا 100% نسلمهم لاهاليهم. زين. المفقودين تقريبا 95%. ليش؟ لانه احيانا العوائل يبلغون على شخص مفقود بس بعدين يلقوه بس ما يبلغونه، يقولوا فاحنا يبقى عندنا بقاعده البيانات. بالمناسبه احنا الشغل هو شغل مركزي على مستوى محافظة كربلاء والمحافظات القريبة علينا. يعني إحنا نستخدم قاعدة بيانات واحدة فقط، طبعا بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، هم اللي بنوا هذه قاعدة البيانات.
احنا كعتبة عباسي وفرنا لهم السيرفرات كشعبة اتصالات. نعم. سيرفرات موجودة عندنا في مركز المعلومات. لأنه لازم يكون هذا الشغل مركزي، ما يصير عدة جهات يشتغلون كل واحد حتى من يضيع الشخص أفرض في عمود مثلا 223 مثلا. نعم. في طريق النجف لازم كل مراكز التأهيل المفقودين تعرف أنه هذا 223 في العمود الفلاني. نعم. وبالنتيجة أهل يعرفونه. نعم. احنا المراكز اللي ننشرها طبعا كل مركز بالعتبة العباسية مجهزتها بشكل كامل، يعني من الكرفان الى الاثاث الى شاشة كبيرة تنحط برا تعرض بها صور المفقودين او التاهين، الى حاسبة لابتوب، الى تليفونين، تليفون مجهزتنا به شركة الكفيل امنية، وتليفون من تليفونات العتبة، كاميرا تصوير، أجهزة نداء لاسلكي، متطوعين نحصلهم من شعبة العلاقات الجامعية. نعم، في قسم العلاقات. في قسم العلاقات أيضا، يعني هاي كل هاي العتبة العباسية توفرها. العمل يكون جدا طبعا مرهق 24 ساعة، لأنه الزوار 24 ساعة يمشون. العمل نسوي طبعا غرفة العمليات هذه بالعتبة العباسية، بها تقريبا 20 منتسب ومتطوع. احنا ايضا عندنا متطوعين. نعم. ومن جهات ساندة اخرى مثل وزارة الداخلية تسندنا ببعض المنتسبين. فالعملية صار هالشكل، يعني لما زائر يضيع سواء بالطرق الخارجية من المحافظات أو في مركز المدينة، أنت تبلغ كل النقاط وتعرض صورته ويدخل اسمه، ومن يلقونه ينمسح. هالشكل الترتيب يصير. نعم، إحنا نأخذ معلومات الزائر، مثلاً شو اسمه، إيش كان لابس، وين انفقد، إذا نقدر، إذا هو مثلاً كبير نستنطقه، مثلاً اسم والده، مثلاً إحنا مرات يعني تاهين مثلاً نظل نستنطقه، مثلاً نقول له شنو مثلا شنو اقرب مدرسه عندكم، شو اسمها، يعني اكو بالمحافظات او كذا. نعم، نخابر، نتصل عن طريق وزاره الداخليه، انه ندز للمختار مال بيا محافظه لهي الدرجه، توصل لهي الدرجه بحيث نوصل لاهله. احنا التاهين 100% نوصلهم، يعني هاي معلمهم بالالاف. واحنا طبعا نعاني من الاطفال مو سهل السيطره عليهم. أكيد. فنضطر نوفر لهم حليب، بسكت. هالسنه راح فتطوير عن السنه. نعم، هاي السنه هاي الحاله. السنه مثلا ناويين نشتري لهم ملاعب مال اطفال. نعم. على مود اللهيهم، لانه يبكون ومو سهله. طبعا قبل كنا نعرض لهم افلام كرتون يعني بالشاشات الماضيه. نعم. السنوات الماضيه، هسه قلنا لا نجيب لهم ملاعب. زين، توزعون فد بطاقات او شيء مثل مراكز المقودين؟ طبعا هاي شنو كل كذا كيلومتر اكو مركز، لو شلون الترتيب يصير؟ نعم، احنا عندنا مراكز مفقودين تابعة للعتبة العباسية، هذه من عندنا، يعني مراكزنا اللي هي حوالي 26 مركز، وعندنا مراكز لجهات أخرى متعاونة ويانا إحنا نجهزهم، يعني مثلا من أهل البصرة. حاليا هالسنة إحنا عندنا تطوير إنه دخلوا ويانا شرطة الطاقة تابعين وزارة الداخلية، عندهم 20 مركز جابوا. كان عندنا خلينا نقول نقطة ضعف في محور بغداد. احنا محور بغداد سابقا كنا واصلين الى حد سيطرة الويند، هم راح ينتشرون من الويند الى ان يوصل. يعني انتم الان تغطون حدود المحافظة كلها، يعني شوارع المادية المحافظات. نعم. مع حدودها الويند، هو بالضبط حدودنا ويا محافظة بابل. نعم. من الويند اعتقد الوقت احنا بقاعدنا قليل، يعني اذا نقدر إطلالة سريعة على وحدات القسم اللي ذكرتوها، التطوير والبدالة. عندنا البحث والتطوير. نعم. عندنا البحث والتطوير، هذا قسم جدا مهم. هذا يعني الوحدة هذه تبحث عن شنو الشيء الحديث، التكنولوجيا الحديث بالعالم، تحاول تطبقها بالعتبة. هسه احنا اذا نشتغل منظومات، عندنا وحدة الشاشات، وحدة الشاشات تصمم فيديوهات وتعرضها على الشاشات الداخلية، ايضا نوزع اقراص للحسينيات في اي محافظه. فيديوهات شنو محتواها؟ محتواها ارشادات، توجيهات دينيه. توجيهات دينيه ناخذها من قسم الشؤون الدينيه. قسم الشؤون الدينيه، مو بس توجيهات دينيه، حتى مرات تتعرضوها بالشاشات الكبيره. نعم. في بين الحرمين والشاشات الداخليه اللي بالعتبه، و
نعم يعني نعم. احيانا مو شرط انه توجيه مثلا وزاره الصحه تدز لنا بعض التوجيهات للمواطنين وانتم تبرمجوها وتصنعوها. نعم. نبرمجها نصممها على الشاشه. احنا باقينا اقل من دقيقه، نصف دقيقه. نعم. وحده البداله شنو دورها؟ البداله اتصالات هاتفيه، عندنا وحده الشبكات والحاسبات هنا، هذول كل المهندسين، الإدارة مركز المعلومات، شبكات الإنترنت، سيرفرات، البنية التحتية مال عتبة، الكابلات الضوئية، منظومة الشاشات العملاقة، منظومات الساعات، كل ساعات الداخلية، ساعات الداخلية. نعم نعم. أنا حقيقة يعني أكو وحدات ما لحقنا نكملها. نعم. نأسف. نعم. لضيق الوقت، لكنه المعلومات حقيقة مفيدة جدا. نعم. وعزيزي المشاهدين، نتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم في استعراض خدمات كثيرة كان البعض قد يعني لا يحيط بها علما. شكرا لكم لمتابعتكم، وملتقانا وإياكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.